كعاطف ممثل به برشا وحضوره يضيف في اي عمل. أي. لكن اذا كان هي الكتيبه هكاك نجم غدوه انا يولي عندي بارتنير واحد اخر بعد ما ميت راجلي اللي الخدمه معاه زادت اكثر. لكن عاطف به ما نشكوش فيه راهو في بالعكس انا عاطف انا نحب الممثل اللي نشيخ معاه. خليني نكمل لكم الحكايه. انا الكتيبه مش هذيك معناها انا لا سامحني انا حاضر انا عاد اليوم حاضر خلي تكمل فكرتها. كنا في الاعلام وحاضرين ونعرفوا زاد اليوم زاد خروج هشام رستم لانه هشام خذا منهج اخر وقرر انه ما عادش يلعب في ولاد مفيد وهذا قالوا هو قال احسن شكون اسمع حملتوني اكثر من لازم شو قديم نسال باش نجاوب عليه خلينا نكمل مع عاطف انا قلت لكم باش نحكي مع حاجه مع حاجه محليه نادره هي نادره لا هي نادره لا انا راه ساعه شويه عليها قلت لك يا نادره.